أداؤك في الملعب لكريكت قد يحدد مدى ولائك للمملكة المتحدة، بل وأيضا مدى إنجليزيتك بالنسبة لبعض أعضاء حزب المحافظين البريطاني. فهل اجتاز رئيس الوزراء البريطاني من أصول هندية ريتشي سوناك اختبار الكريكت بنجاح؟ ريتشي سوناك هندي على رأس الحكومة البريطانية، عنوان تكرر كثيرا في الأيام الماضية والبعض رأى فيه سخرية للقدر من التاريخ الاستعماري البريطاني. سوناك ابن المهاجرين انتخب أيضا زعيما لحزب المحافظين، هذا الحزب له تاريخ مليء بالقصص العنصرية. اختبار الكريكت، هذه العبارة المثيرة للجدل صاغها عام 1990 السياسي نورمان تيبت الذي كان حينها مسؤولا في حزب المحافظين. في نظر تيبت لا يمكن للبعض أن يكون مواطنا بريطانيا كاملا، خصوصا القادمين من دول آسيوية تشتهر بلعبة الكريكت كالهند وباكستان، والسبب بالنسبة له يعود إلى أن هؤلاء يمكنهم دوما أن يدعموا بلادهم الأصلية في لعبة الكريكت ضد بريطانيا. ربما اشتهرت هذه القصة كثيراً عن حزب المحافظين في العنصرية، ولكنها ليست الوحيدة. انتخابات عام 1964 وصفت بالانتخابات الأكثر عنصرية في تاريخ بريطانيا، حينها فاز بيتر جريفيث عن دائرة سميذويك بعد أن رفع شعاراً واحداً وهو إن أردت أن يكون جارك زنجي فانتخب حزب العمال. إنوك بال زعيم الحزب عام 1968 وفي خطاب له مشحون بالعنصرية حذر من أن بعض البريطانيين البيض يريدون الرحيل عن البلاد، لأنه في غضون 20 عاماً سيكون للرجل الأسود اليد التي تحمل الصوت على الرجل الأبيض بحسب تعبيره مرة أخرى. لكن عام 2013 توفي جريفيث. بعض أعضاء الحزب انتهزوا الحدث ليؤكدوا أن حزب المحافظين والمملكة المتحدة قطعا شوطاً كبيراً منذ الحملة الانتخابية المشينة. لكن حادثة أخرى أثارت التساؤلات. في مطلع العام قالت وزيرة النقل السابقة نصرت غني في مقال إن السبب الوحيد من إقالتها من منصبها سنة 2020 هو أنها مسلمة. فهل نجح حزب المحافظين بتجاوز ماضيه بانتخاب سوناك، أم أن قلة الخيارات هي ما جعلته يرضى بأجنبي على رأسه؟